السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نشوفوا واش تكلم حفيظ الراجي، يعني من تكلم على نهايه مرحله وبدايه مرحله، يعني نهايه مرحله هذا المشرف الذي فشل في 3 مرات، يعني فشل في 3 مرات. يمكن كون يقعد لنا المكلف بالاعلام، يمكن العام الجاي مين يكتب يدير لاطات اللي قعد فيها المدرب واش عارف احنا كلش، يمكن تشوفوا ينزع لكم 2024 و2022 يقلعهم، يعني يمكن يقلعهم لكم، يمكن يقلعهم لكم. يعني نقول لكم باللي نهايه مرحله، كل واحد ربي سهل عليه، كل واحد ربي سهل عليه. للجزائريين نحن نفتخر باننا نعيش تحت رايه وطنيه واحده، ماشي فوق الرايه، تحت الرايه. انا نهار اللي تسديد العقد قلت لكم يا ودي نهار اللي بغاو يجيبوا هذا زويزب، حتى اتهموا معاه على كل التفاصيل بان سوف نضع مصالح يضع المصالح تاع الناس فوق العالم الجزائر باش يقبلوه يكون رئيس اتحاديه، كما كانوا باغيين يجيبوا راهو كسموا هذا إيغيل، كما بغاو يجيبوا إيغيل في طول. من بعد هما ولاو يجيبوا واحد فاسد، من بعد الاسهم قاعد تروح لذاك الفاسد، يعني كما كيسموه زويزب راحوا طاحوا على زويزب، كيسموه زيد بغاو يجيبوا إيغيل يطيحوا على إيغيل، الفاشل تاع إيغيل يعني ما كلش. اليوم وين الناس يقول لك صادي تقلق يا ودي صادي ولد الدولة الجزائرية، شاكم تمحو شاكم تمحو اي شاكم تمحو، راكم على بالكم كيما نهار اللي خسرنا مع الكاميرون هنايا، حصلتوا في محرز في شاب دين عمارة، حصلتوا في ايطو في قاسامة، في بت ايطو في قاسامة، قتلوا قاسامة هارب، راكم كل يوم واحد، كل يوم سوف ينتهي هذا الحلم وتنوضوا، هذا الحلم ما غاديش يطول، هذه قصة تاع المدرب ما غاديش تطول بالخف، هذه السيمانة غادي تكمل، يعني بالك لحد السنين تكمل القصة هذه، يبدلوا قصة واحدة أخرى، دبروا قصة واحدة أخرى، دبروا قصص من الخيال، أنا نقول لكم، دبروا قصص من الخيال، راني نقول لكم راني ننصح بكم، أنتوما يا عباد. انا نقول لكم راكم دبروا قصص، دبروا مسلسلات وحده اخرى، يعني المسلسل هذا ما غاديش يطول، المسلسل هذا اللي راكم دايرينه لان فيه الكثير من اللقطات الاباحيه، غادي الدوله الجزائريه غادي تكتحوا ما يباش في التلفزيون صحيح، فيه الكثير من اللقطات الاباحيه بالنسبه لكم انتم يا الداد، هذه هي اسمعوا شو حافظ الراجي واش تكلم. المنتخب الجزائري خرج لانه لم يكن يستحق انه يتاهل للدور الثمن النهائي، خرج لانه مردود ولم يكن في المستوى لا فردي ولا جماعي، اي نعم بين بانه عنده فرديات وعنده منتخب وكان ممكن يكون نتائجه مردوده افضل، ولكن في مسابقات مثل هذه كاين جزئيات وتفاصيل لم نتحكم فيها، تعادلان وخساره نفس نتائج الدوره السابقه، اعتقد بانه نهايه مرحله برحيل جمال بالماضي بعد هذا الاخفاق الثالث على التوالي في ظرف سنه واحده، ما ننساش كاس افريقيا الماضيه وما ننساش التاهل الى كاس العالم في قطر، فطبيعي جدا انه المدرب يتحمل المسؤوليه، ما نقدر نغير كل اللاعبين ولكن نغير المدرب، نهايه مرحله لاعبين كثر انتهت مهمتهم مع المنتخب، حان الوقت لعهد جديد وجيل جديد ونفس جديد يكون مع مدرب جديد. سؤال فني، هل هناك بعض المنتخبات التي تتطور او المنتخبات الكبيره هي التي تتراجع؟ لا، الاثنان معا. الحق زمن وان ظهرت منتخبات تطورت وتحسنت كثيرا مع جيل جديد، هذا الجيل الالفينيه اللي صنع فارق بروح عاليه جدا وبمهارات كبيره يلعبوا في افضل الانديه. اليوم لم يعد هناك فريق كبير وواحد صغير وفريق قوي والاخر ضعيف. هناك من يكون الافضل في المباريات هو اللي يفوز، وهذه زادت في المتعه في الكره الافريقيه والاسيويه ايضا. المنتخب الجزائري هذه يا اخويا، يعني ما كاش بنادم مدرب اخدم في 2019 موراها ما خدمش، يعني نقول لكم نعاود ما طورش المنتخب الوطني الجزائري،
هذه مش شيعي ينجم يروح يطور روحه يقرا. قلت له احنا كنا من مدافعين عليه نهار الاول ما ادري كيما هكا، وقلنا له في الكاميرون مين خسر، قلت له روح خلي الباب محلول، روح خلي الباب محلول. لكن هو تبع هذا الهيشر الماتش يتعاود ومنا وقعد ورانا معاك منا وما ولا يدوروا عليها راهم اللي كانوا يقولوا له قعد. يعني نهار اللي طحنا امام موريتانيا هيمي باقي لهم شويه هيشر، باقي شويه هيشر، وزادت ليك الحماره عيطت لهم كاع ايا كاع قعدوا واقفين غادي باي يقعد منا ويغلطوهم يغلطوهم يقولوا باي يقعد ومنا ومنا يعاودوا يخرجوا يعاودوا يخرجوا يدوروا ومن بعد غادي يدوروا. خاطر انا نقولها لكم نعاود القصه هذه، هذا المسلسل ما غاديش يقعد مسلسل اللي راهم دايرينو هذا الداد، لانه فيه بزاف لقطات اباحيه. المدرب هذا راهم يستعملوه برك مستعملينو عصابه برك. هذا المدرب لو يعلم بان هذه لازم واحد يفطنه، واحد من يكونوا قراب ليه يعني من الفاميليا تاعو يقولوا لهم يلعبوا بيك عصابه، يتلعب بيك عصابه مستعملينك ما كاش حتى اللي يبغيك عصابة المستعملين برك موفرين. يعني كانوا يخلصوا الصحافة، كان من يجي يقصفهم كل الصحافة خالصين عليها خالصين عليها، كانوا الأسئلة واجدين حتى الأجوبة وكانوا واجدين أجوبة باش يرد، كانوا واجدين في المبرقة كلش واجد كلش مرتب باش يعني يقعدوا هما يستعملوا يعني يستعملوا في واحد الضغوطات يستعملوا في واحد الأمور يعني والابتزازات وصوالح وكلش. حتى هذو اللي يهضروا دروك خرجوا يهضروا لي باج من دا لي ستوري من دا من دا من دا، هذو كاع يغلطوا في الشعب الجزائري راهم يديروا لي لايف. واحد العصابه واحد العصابه يعني اللي يتنقلوا نورمال راهم يديروا لي لايف ويحبوا يحوسوا كيفاش يهيجوا الشعب الجزائري. وان شاء الله بربي عن قريب الدوله الجزائريه سوف تلتفت اليكم ان شاء الله، اي قريبه ان شاء الله بربي ماشي بعيد. انا قلت لكم بلي كاين ايام هذا المسلسل ما غاديش يطول دروك غادي كلش يقلب. كاين اللي يقول لك صادي واحد ديال الوقت صادي حلها دروك بسنيك، انت اللي دير صادي ما يتحصلوا في صادي وي صادي. حتى التربص حتى هذا المدرب وين اعترف بان التربص كان في احسن احواله، انت اللوتيل كلش 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 كان في بلاصته. انتوما بيتحوسوا صادي قال لك لا حاوزوا صادي وهذا بل وحاول شو حاوزوا صادي حاوزوا الناس اللي تهضر هذا ولا يهضروا في الحقائق فيك كاع وخروه كاع خلوا لي هو قال لكم وخروا لي قال لكم الله يديهم وخلوا غير هيشر برك في طول الاقصاء الاغتصاب يبان لكم شرف الاغتصاب يولي يبان لكم شرف انتم الاغتصاب يبان لكم شرف هذه هي راه عاد راه صافي كاش. يعني مشرف ما خدمش ما خدمش عاش كان تمنى 35 مباراة بانت له صايك منا ومنا ومنا، هذه 35 مباراة يعني تكاليفينا بها الكوب دي مون جبنا بها النجمة اللي هو زوجة جاب بها الثالثة، عام ما خسرناش منتخب لي عام ما يخسرش يلقى موريتانيا يخسر تما هذا كان يربح على الله كان يعني الله موريتانيا ما خسر ما على بالكم بلي زوج دورات تاع كوب دافريك لا اله الا الله تخرج من الدور الاول امام من امام سيراليون وامام غينيا الاستوائيه وما تزيد امام انغولا وامام موريتانيا. بوركينا فاسو صح نديروها باللي صعيبه بوركينا فاسو نديروها باللي صعيبه دونسي بوركينا فاسو نشوف شو هذو المنتخبات في الجروب تاعنا وين غادي يوصلوا وين غادي يروحوا. قال لك موريتانيا تطورت الاخرى تطورت، يا ودي احنا ما عندناش مدرب، احنا نقطة الضعف تاعنا كانت في المدرب، نقطة الضعف حتى المدربين أذلقة كانوا وين يتكلموا يعني يتحداوا المدرب يتحداوا المدرب كانوا يقارعوا يعني تاع موريتانيا كي دار له جابه 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 جابه، احنا ما يعرفش يحل شفرة الدفاع تاع الاخر ما عطاش الكره للموريتانيا باش تخرج، لا قاعد يمارس في الضغط بدون جدوى يمارس في الضغط بدون جدوى، هذيك ما حلش الشفره الشفره ما حلهاش هذه هي.
ماذا بكم عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيت وحاضر.